السلام عليكم مشاهدي الأفاضل، أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي الجديد. بداية، حقق المنتخب الوطني تعادلا صعب بهدف لمثله ضد نيجيريا ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. هو الأول للمدرب الجديد رابح ماجر على رأس العارضة الفنية للمنتخب. النسور كانوا السباقين للتهديف عن طريق أوغو في الدقيقة 63، فيما عدل إبراهيمي للخضر عبر ركلة جزاء في الدقيقة 87. وبهذا التعادل ينهي محاربو الصحراء التصفيات المونديالية بنقطتين فقط، وسيواجهون يوم الأربعاء القادم وديا منتخب إفريقيا الوسطى بملعب 5 جويلية الأولمبي. Ils ont fait un bon match. Ils se sont battus à fond contre une équipe du Nigeria, très très bonne équipe. Voilà, je suis fier de mes joueurs et il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Inch'Allah, on fera tout notre possible pour redémarrer sur une base solide. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est très triste. Pour nous, c'est vrai que c'était un très très grand objectif de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Je pense que ça a été un parcours très décevant. On est passé à côté, parfois il n'y a même pas d'explication. Voilà, maintenant je pense que le passé appartient au passé. Il faut penser au futur, Inch'Allah. Je pense que voilà, aujourd'hui on a démontré une grande combativité, voilà, qu'on tenait à faire un résultat contre l'équipe qui va participer à la Coupe du Monde. Voilà, je pense que, comme le coach a dit, il nous reste beaucoup de choses à travailler. Inch'Allah, c'est le début d'une grande future étape, j'espère. هذا وبرر الناخب الوطني رابح ماجر سبب تغيير المدافع نساغ في الشوط الأول على أنه تغيير تكتيكي لتفادي مفاجأة من المنافس الذي كان قويا من كل الجوانب. ما فيش أي مشكلة. كانت غيرت تكتيكي. وشفتوا حتى رياض خرجتوا، رياض محرز خرجتوا ثاني، شفنا فريق الخصم كان يعني قوي خاصة بدنيا وتكتيكيا. غيرت لكي يعني جو سوا با كيما يقول لك ما تجينيش سوربريز، ولكن هذا شيء يعني طبيعي. غيرت حتى لو في على الباكر يعني غيرت التشكيلة تاع النسخ، ولكن النسخ يبقى دائما لاعب جيد. كما دافع ماجار عن الحارس شوشي مشيرا إلى أن أي حارس في العالم يمكنه تلقي هدف بتلك الطريقة. العودة يا جماعة الخير، لو رجع إلى فريق الوطني هذا يعني أن شوشي عنده مكانه في المنتخب الوطني الجزائري، وقدم ما قدمه في هذه المباراة. ما نتكلمش على الهدف، هذه الأمور تحصل، يعني حراس أحسن حراس في العالم ياخذوا أهداف، ولكن حسينا يعني اون بريزونس دان غارديان. نو زافون تخوا غارديان ديجا، يعني ما فيش اي مشكله. وكما قلت لكم مازال العمل الكبير ينتظرنا ان شاء الله، ولكن يبقى شوشي من احسن حراس في البطوله الجزائريه. هذا وابدى الناخب الوطني رابح ماجر سعادته بالعوده الى قسنطينه بصفته مدرب بعد سنوات من الغياب، معتبرا بان تدريب الخضر شرف وحب في نفسه. صافي توجور بليزير، يعني صافي درول، مي صافي بليزير كومان، صافي بليزير. اولا في كورس الاحتياط مع اللاعبين، ثانيا نرجع الى مدينه اللي عشت فيها يعني مع المنتخب في سنه 81، ونحصل الشرف نسجل هدف امام نيجيريا، والان نرجع اما بعد سنوات وسنوات كمدرب. الحمد لله، انا قلت سعيد جدا ونشكر جماهير قسنطيني على المسانده، والحمد لله كنا حابين نعطوا لهم الفوز، ولكن الفوز كان صعب جدا. يعني كما قلت لك الغيابات واللاعبين المردود بتاعهم، خاصه المردود التكتيكي والبدني، هذا والله بكل صراحه يعني جو سي سري جامي رومارسي لي جوار، باسكو لعبوا بالقلب. اليوم كنا قادرين نسجلوا هدف ثاني، كنا قادرين، ولكن هاد لي زوكازيون دو بوت لي زافون با كونكريتيزي. سا بالمقابل، أكد مدرب المنتخب النيجيري روهر في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء على أن المنتخب الجزائري لديه فرديات جيدة يمكنها أن تصنع فريقا قويا، وهي فرصة جيدة أمام الناخب الوطني رابح ماجر.
L'Algérie, à mon avis, est en progrès par rapport aux matchs que j'ai vus, que j'ai visionné les matchs précédents. J'ai salué aussi le retour de Calmejani, qui a, à mon avis, apporté beaucoup au milieu du terrain de cette équipe. Et il y a toujours les talents individuels. Ça va être un beau challenge pour Manager que de bâtir un collectif également. الفريق الجزائري يملك فرديات جيدة، لكن أعتقد من الناحية الجماعية لديه بعض النقائص. كان ليكون أمر رائع أن نفوز اليوم، لكن المنتخب الجزائري تمكن من العودة في المباراة بفرديته الجيدة. براهيمي، محرز، هني، أسماء لديها إمكانيات بارزة، لكن كما قلت ينقصهم اللعب كمجموعة. قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي خلال اللقاء الذي جمعه أمسية الجمعة برؤساء أندية الهواة بالجهات الشرقية إن زمن لغة الخشب انتهى وحان الوقت للوقوف على الحقيقة المرة لواقع الكرة الجزائرية والذي كان السبب فيما آلت إليه اليوم، وأوضح بأن التصحيح يبدأ من القاعدة من خلال الاهتمام بالفرق الهاوية ومنح الفرصة للكفاءات والمواهب الموجودة. في ميكروفون كريم لونس. اليوم nous avons l'occasion de rencontrer le président نتاع الفرق. Et sincèrement, انا j'ai envie d'un échange transparent entre nous. لان لغة الخشب هذيك اللي نجيب بها انايا، c'est-à-dire كيما قال gagner la sympathie نتاع les présidents de ligue ou les présidents de club. En disant quelques slogans qui vont faire plaisir à X ou à Y, ou là, qui vont amuser les galeries, je pense que je vais aller bien. Aujourd'hui, on a dit le Coran de Zahiriyah. C'est vrai que toute l'attention du football est dirigée vers la Ligue 1 et 2. On a l'impression que il n'y a pas de football. Alors que, comme vous le savez, la pyramide, elle a une base. Et la base, ce sont les clubs amateurs. هذا وخص أنصار شباب ومولودية قسنطينة قبل المباراة مباراة الخضر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زتشي باستقبال مميز، وأكدوا لهم دعمهم ومساندتهم المطلقة له وللناخب الوطني رابح ماجر. باقي حافز كبير يعني، والحمد لله اليوم يعني شفنا بأن يعني كل يعني الفعالين في كرة القدم يعني في شرق البلاد وجنوب شرقي، يعني الحمد لله العائلة كلها حاضرة في قسنطينة، وهذا الشيء يعني يحفزنا إن شاء الله باش نكملوا نعملوا إن شاء الله بكل يعني ما قادرين عليه باش يعني نعاودوا نردوا الكرة الجزائرية، ونتمنوا الفوز اليوم للفريق الوطني ونعاودوا نرجعوا للقائمة إن شاء الله. بينوا بلي ولاية قسنطينة ولاية مضيافة، ورحبنا بالرئيس الفيدرالية السي خير الدين زتشي اللي نتمنوا له كل التوفيق هو والطاقم تاعو والسي رابح ماجر، ربي يوفقه ان شاء الله. احنا اليوم قررنا باش نستقبلوا السي رابح ماجر، احنا من انصار مولوديه قسنطينه ورئيس زتشي، ومرحبا بهم هنا عندنا في قسنطينه. مرحبا بكم في قسنطينه، راهي على الراس والعين اخويا، اللي يجي لهنا ماهوش براني، قسنطينه راهي الجزائر كامله. أكد عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي في تصريحات خاصة لتلفزيون النهار أن الكرة الجزائرية هي ليست فقط المنتخب الوطني فحسب، مستغربا من الأطراف التي تنتقد الفاف وتسعى للانقلاب عليهم رغم تواجدهم منذ 8 أشهر. كرة القدم الجزائرية هل تقتصر على الفريق الوطني؟ هل تقتصر على البطولة الاحترافية؟ أنا أقول بأن الكرة الفيدرالية هي كرة القدم شاملة، والأخص بكرة الهواة، ولذلك أعتقد من هنا أن في ما يجري منذ بداية من انتخابنا، فنقول هذا شيء لا يشرف كرة القدم الجزائرية، خاصة وأن ربما يعتزم يريد أن يقيم المكتب الفيدرالي في 8 أشهر وفي عام. أقول أترك المكتب الفيدرالي، حقيقة إن كنتم تنتقدون أنتقدون بصفة موضوعية، لأن المكتب الفيدرالي الجديد له نية خالصة، ربما نغلط ربما نصيب، لكن هذه كرة القدم الجزائرية، هذا هو التسيير في كرة القدم أو التسيير في مهما مجال آخر. هذا وأوضح عمر بهلول أن الجمعية العامة للفاف ستكون لأول مرة حرة، أين سيكون الأعضاء
أو لديهم الحق في إبداء أي رأي لهم على عكس ما كان عليه الأمر سابقا. ربما أن هذا المكتب الفيدرالي أن يذهب، لماذا؟ لأن أقول باللي احنا في عهدة تاع 4 سنوات، واحنا الحمد لله ولأول مرة في الاجتماعية العامة العادية احنا سنطرح لكل أعضاء الجمعية أن يتكلمون بكل حرية بكل ديمقراطية. غابت أسماء لاعبي المنتخب الوطني الجزائري عن التشكيلة المثالية لتصفية مونديال روسيا والتي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، وهذا لأول مرة منذ 8 سنوات، خاصة مع تراجع أداء لاعبي المنتخب في التصفيات، حيث سيطر على التشكيلة لاعبو المنتخب التونسي المصري إضافة إلى نيجيريا وكوتيفوار. يواصل منتخب إفريقيا الوسطى استعداداته لملاقاة المنتخب الوطني وديا في 14 من الشهر الحالي، وهذا بمركز الباز في سطيف، حيث يحضر منتخب إفريقيا الوسطى مكتمل التعداد وبعد وصول كامل عناصره التي تنشط في أوروبا ليصل تعداده إلى 24 لاعبا في 5 حصة تدريبية للمنتخب بقيادة المدرب راؤول صافوي. الله. وخص أنصار شباب قسنطينة ومولودية قسنطينة قبل المباراة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زتشي باستقبال مميز، وأكدوا له دعمهم ومساندتهم المطلقة له وللناخب الوطني رابح ماجر. حافز كبير يعني، والحمد لله اليوم يعني شفنا بأن يعني كل يعني الفعالين في كرة القدم يعني في شرق البلاد وجنوب شرقي يعني الحمد لله العائلة كلها حاضرة في قسنطينة، وهذا الشيء يعني يحفزنا إن شاء الله باش نكملوا نعملوا إن شاء الله بكل يعني ما قادرين عليه باش يعني نعاودوا نردوا الكرة الجزائرية، ونتمنوا الفوز اليوم للفريق الوطني ونعاودوا نرجعوا للقائمة إن شاء الله. بينوا بلي ولاية قسنطينة ولاية مضيافة، ورحبنا بالرئيس الفيدرالي السي خير الدين زتشي اللي نتمنوا له كل التوفيق هو والطاقم تاعو والسي رابح ماجر ربي يوفقه ان شاء الله. احنا اليوم قررنا بنستقبلوا السي رابح ماجر، احنا من انصار مولوديه قسنطينه ورئيس زتشي، ومرحبا به هنا عندنا في قسنطينه. مرحبا بكم في قسنطينه، راهي على الراس والعين اخويا، اللي يجي لهنا ماهوش براني، قسنطينه راهي الجزائر كامله. كشف نادي أحد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقده مع المدرب الجزائري نبيل نغيز من دون ذكر تفاصيل العقد، ليخلف المدرب السعودي عبد الوهاب الحربي، ما يعني أن مساعد المدرب السابق للمنتخب الوطني قاد آخر مباراة له مع نصر حسين داي الخميس الماضي ضد مولودية الجزائر، بعدما حقق 2 انتصار للنصرية و7 تعادلات في 11 جولة من المحترف الأول موبيليس. ونشير إلى أن نادي أحد يحتل الصف 14 والأخير في جدول ترتيب دور المحترفين السعودي ب5 نقاط، ويلعب له الحارس الجزائري عز الدين دوخة. تلعب أمسية السبت 2 حاسمتين في الجولة 6 والأخيرة من تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2020.